كل القلوب إلى حب الوطن تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إن ذكرت حب الوطن سالت دموع العاشقين تسيل. رب إني أشهدك أني أحب هذا الوطن، وأعشق تراب هذا الوطن، وأعشق جيش هذا الوطن، وأحب وأعشق رئيس هذا الوطن رغم أنف كل حاقد وحاسد عدو لهذا الوطن العظيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبائي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الحياة والناس. برنامج الحياة والناس هو برنامج يناقش كافة القضايا السياسية والاجتماعية وحتى الأسرية. برنامج الحياة والناس يعني وصول صوت المواطن إلى المسؤول الذي بيده اتخاذ القرار. برنامج الحياة والناس يعني حضراتكم دايما صوتكم مسموع. خلينا النهاردة على قناة الصحة والجمال نرجع بالذكريات في ظل الإشاعات المروجة من أجل إسقاط هذه الدولة. وبالمناسبة مصر لن تسقط أبدا، جيش مصر لم ولن يسقط أبدا. قنوات مكملين والشرق وقنوات الجماعة العرة ليل ونهار بينفخوا كل ما هو سيء، وبيطلعوا ليل ونهار بألسنة الكذبة بألسنة الشياطين يروجوا الإشاعات وينشروا الفتن من أجل إسقاط هذه الدولة. تعالوا بس كده نوريكوا حاجة عشان نعرف والشعب المصري يعرف الجماعة دول ايه. يعني هنذيع فيديو دلوقتي ايام رابعة وهنشوف كلامهم عامل ازاي ورؤيتهم عاملة ازاي، ده بخلاف الاشكال العرة اللي احنا هنشوفها دلوقت اللي هي عايزة هدم ودماء وخراب ومش عايزة إصلاح ومش عايزة بناء إلى غير ذلك. تعالوا كده نشوف. وإحنا جايين بنقول رسالة واضحة جدا للعلمانيين وبنقول للليبراليين إن لو سقطت شرعية مونس وهي مش هتسقط وإنتوا أقل من ذلك بكثير، بنقول لهم هيكون في دماء وهيكون في سيارات مفخخة. قول سر، اعرف إن إنت صنعت طالبان جديدة وصنعت القاعدة جديدة في مصر. كل الجموع دي هتتفرق جماعات استشهادية وهيدمروك وهيدمروا مصر، وإنت اللي دمرت مصر. إنت فعلت مجاهدين جداد واستشهاديين. اعرف لو كل واحد من دول، لو كل واحد من عشرة فجر نفسه في مجموعة فانت السبب، انت اللي عملت الارهاب وانت اللي ابتديت بيه. انا بنذرك رجع الامور لنصابها، وإلا هتلاقي الجموع دي كلها هتفجر مصر. ايه رأيكم؟ ادي جماعة الاخوان الارهابية وادي ايام رابعة هنفجر مصر.
بني ادم شكل الشيطان حرفيا. الاسلام منه براء، الاسلام من الاشكال دي براء. لا ده تهديد ووعيد، بس ربنا فوق الكل. ربنا حمى الوطن، ربنا حمى مصر ورزقها بقائد الأمة العربية رغم أنف كل حاقد وحاسد وعدو لهذا الوطن العظيم، سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد الأمة العربية منقذ مصر. الرجل ده عبر بينا وبشعب مصر وبمصر، عبر بينا كده من حال إلى حال تاني خالص، عبر بينا حرفيا إلى بر الأمان. خلينا نتكلم أو خلينا نتكلم بشكل موضوعي أكتر ونبدأ في مواضيع حلقتنا. والنهاردة بقى في فضايح علشان بس الناس نذكرها تاني وما تسمعش لأي حاجة هدامة. الإشاعات اللي بتتروج عبر وسائل السوشيال ميديا ده سم في العسل زي ما بيقولوا. في إنجازات، في جيش عظيم، في شرطة باسلة، في صقور حماة لهذا الوطن. اوعى حد يسمع ده فيديو مبدئي علشان نعرف الجماعة العرة، جماعة الإخوان الإرهابية يعني أفكارهم إيه، ونرجع نذكر الناس تاني أقوالهم كانت إيه وإيه اللي كان في نيتهم واللي عايزين يعملوه. في بقى محمد ناصر الإعلام العرة وروخر الإرهابي الهارب، ده لينا يعني مواضيع كتير حوله وفضائح كتير. اوعى حد يروح في اي يعني اوعى حد يروح في اي حتة. هخرج فاصل والاخر نرجع نشوف الإعلام العرة محمد ناصر وفضايحه علشان الناس تعرف مين دول ومن هم جماعة الإخوان الإرهابية ومن الناس دي أصلا، ويبقى الشعب المصري عنده وعي ويعرف إن ربنا أكرمنا بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأكرمنا بقيادة حكيمة أنقذت مصر وعبر بينا وبشعب مصر العظيم جميعا إلى بر الأمان. خلينا نخرج فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وكنا بنعرض تقرير عن فيديو تم تصويره من أيام رابعة العدوية وأيام احتجاجات الجماعة الإرهابية. على فكرة بالمناسبة أنا طلعت تصريح قلت يجب أن يعدموا في ميدان عام حرفياً. جماعة الإخوان الإرهابية يجب أن يعدموا في ميدان عام. أنتوا شفتوا الأشكال إيه؟ أشكال ضالة ولا الشياطين، الإسلام منها براء. والله الإسلام منها براء. الإسلام رحمة، حكمة. الإسلام سماح. الإسلام يدعو إلى حب الأوطان. دول أبعد ما يكون عن الإسلام والمسلمين. قناة مكملين بقى، وكنا قبل الفاصل نوهت عن الإعلامي محمد ناصر اللي أنا بصفه الإعلام العرة الهارب، الإعلامي الخاين، الإعلامي اللي هيتجاب. محمد ناصر هيتجاب، وكل من هو على شاكلته من معتز مطر وأيمن نور، كل ده هنعرف البلاوي بتاعتهم دلوقتي وهنعرف فضايحهم. تعالوا بس نذكركم إن الإعلام العرة محمد ناصر في أول حلقة ليه على قناة كانت تسمى
بمصر الآن. أول حلقة ليه، تعالوا نشوف مقطع منها وهو بيصف نفسه أنا كافر. أنت فعلا، لأنك أبعد ما يكون عن الإسلام وعن المسلمين، ولا أنت تعرف حاجة عن الدين، ولا تعرف حاجة عن الإله، ولا أنتوا مجموعة كده من الحسالات حرفيا. تعالوا نشوف المقطع ده ونشوف وهو بيصف نفسه إنه هو كافر وبيفتخر قوي. تعالوا نشوف. خليني أقول لكم بقى، أنا في الانترو في المقدمة دي عايز أقول لكم تصريح، بس بصراحة بأمانة يعني محدش يعرف عنه حاجة. أنا استغليت الفرصة دي عشان أعمل تصريح بصراحة جديد بقى. أنا عايز أصرح في افتتاح القناة والبث التجريبي للقناة دي، أعلن في البث التجريبي في أول يوم إني كافر. أنا شخص كافر. أنا كافر. كافر بالدين اللي بيعبده أحمد الطيب. كافر بالدين اللي بيعبده، بالإله اللي بيعبده محمد حسان. كافر بالإله اللي بيعبده علي جمعة. أنا كافر بالإله ده، لأن الناس دي بتعبد ديانة جديدة اسمها الأزهر، والكعبة بتاعتهم هي الأزهر. أنا كافر، كافر بالديانة اللي بيعبدها الملك عبد الله بن عبد العزيز. وهقول لك ليه أنا كافر. أنا كافر بالإله بتاعهم لأن الإله اللي أنا بعتقد فيه إله بيحترم النفس البشرية. أنا كافر بالإله اللي أنت بتعبده. أنا كافر بإله أحمد الطيب ومشيخة الأزهر اللي اخترعوا لنا حاجة اسمها الإسلام الوسطي. أنا ما أعرفش يعني إيه الإسلام الوسطي. خليني أقول لكم بقى، أنا في الإنترو في المقدمة دي عايز أقول لكم اللي اخترعوا لنا حاجة اسمها الإسلام الوسطي. مش بقول لك أنت أبعد ما يكون عن الإسلام والمسلمين؟ إنا جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ربنا اللي سمى أو سمانا أمة وسطا. وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة حتى لو في جدال وجادلهم بالتي هي أحسن. الدين رحمة، الدين كله وسطية، لكن انت فعليا وصفت نفسك انك كافر، وفعلا انت كده. لا وايه، انا كافر بإله احمد الطيب، الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر ده جزمته فوق راسك. شيخ الازهر الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب جزمته اشرف منك ومن أمثالك ومن كل من هو على شاكلتك يا محمد يا ناصر يا عرة. انتوا عايزين ايه من مصر؟ عايزين ايه من الشعب المصري؟ وبالمناسبة برضو بكررها، مصر لن تسقط. ارتاحوا بقى وهتيجوا هتيجوا. هشام عشماوي جه، ها؟ هشام عشماوي الإرهابي اللي كان هارب جه. صقور المخابرات جابته. تعالوا بقى ناخد اللواء مجدي الشاهد الخبير الأمني. معالي اللواء، أخبار معاليك؟ اهلا بيك يا باشا، واهلا بالساده المشاهدين في كل مكان وباسره البرنامج. يا اهلا وسهلا بحضرتك. كيف تتحكم اجهزه الاستخبارات الغربيه في قنوات الاخوان، ولماذا الجيش والشرطه والمؤسسات هم المستهدفون دائما؟ طبعا استهداف الشرطه والقوات المسلحه من جانب الاخوان كان واضح تماما في الثوره الاخوانيه، ثوره يناير. كان أول مطالبهم إسقاط الشرطة ثم محاولة إسقاط القوات المسلحة، لأنهم يعلموا أن الركائز الأساسية للدولة ممثلة في القوات المسلحة والشرطة، ولابد
من تصدع هذه الركائز حتى يتم السيطرة. وهم منذ سنين مضت وهم عازمون وماضون في تأكيدهم على أنه لابد من إيقاع الدولة. هم يسعون إلى الحكم دائما وهم أبعد ما يكونوا عن الدين. مع ثورة التخريب في سنة 2011 طلبت بإدراجهم كمنظمة إرهابية، والحمد لله كنت صاحب المطالبة بإدراجهم كمنظمة إرهابية، وطلبت أيضا بأنه لابد من التحفظ على أموالهم، ولابد من التأكيد على أنه هؤلاء إرهابيين سياسيين بعيد عن الدين تماما، وأنهم إخوان للشياطين، وإن هدفهم الرئيسي إسقاط الدولة والسعي نحو السيطرة على الحكم. تسمح لي يا سيادة اللواء، أنا ليا مقولة أن ممكن إبليس بيتعلم منهم، وأنا قلت كده قبل كده في مقالات عدة، أنه الشيطان يتعز من الإخوان. يعني هؤلاء هم رؤوس الشياطين. هم ما سابوش حاجة للشياطين يعملوها يا معالي اللواء. الأجهزة المخابراتية المعادية لمصر تدرك هذا تماما، وتدرك مدى ارتباط الجماعات الإرهابية بمحاولة إسقاط الدولة. وبالتالي من حين لآخر يحاولوا أنه يعززوا القوات الإرهابية لإسقاط الحكم في الدول، منها مصر اللي لا يمكن أنها تقع. مع فشل ثورة يناير تأكدوا تماما أن مصر لم تقع، ولكنهم يحاولون تكرار ما حدث مرة أخرى غير يائسين. يا تحاولوا يسيطروا على القنوات الفضائية. يا سيادة اللواء، مصر يرقصها قائد الأمة العربية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو رجل مخابراتي ويعلم تماما ما يدور برؤوسهم، وجيش مصر جيش عظيم، ولذلك لم يتمكنوا من إسقاط القوات المسلحة. حينما لم تسقط القوات المسلحة لم تسقط الدولة، وهم يدركون ذلك، ولذلك يحاولوا من حين لآخر إحداث الفتنات أو إيقاع قوات المسلحة، ولكن فشلوا ويفشلوا وسيفشلوا. والشعب أدرك تماما دور القوات المسلحة إنها الحامل حمل للوطن، وبالتالي كان على رأس القوات المسلحة السيد رئيس الجمهورية اللي حاز بإعجابه بانتخاب وبشبه إجماع مصري، وكان مطلب شعبي بأنه يتولى زمام الحكم، وكان عند حسن الظن لما قال في فترة رئاسته الأولانية أنا اهتمامي بالمواطن المصري، ثم في فترة الرئاسة الثانية الاهتمام بمصر. وبالتالي سيادة الرئيس في اتجاه صحيح، الأجانب قطر تمول وتركيا تدعم، ولكن مع ذلك هذه القنوات الفضائية من حين لآخر تروج دائما وأبدا لحقوق الإنسان، يحاولوا يخشوا عن مواضيع حقوق الإنسان إلى داخل مصر والغلغلة عشان يكثروا الحديث عن المعتقلات والمعتقلين، وهم يعلموا تماما أن أي حق يقابل واجب، وليست هناك حقوق مطلقة. وأيضا يعلموا تماما بأن مصر لا ترعى الإرهاب ولن تكون أرض خصبة للإرهاب، وأن كل ما تم وفقا لما زعمهم أنه معتقل، ليس هناك معتقل سياسي واحد على أرض مصر، ولكنها كلها محاكمات جنائية عادلة أمام جهات النيابة والمحاكم، ولا تدخل إطلاقا من جانب الدولة أو السلطة التنفيذية. خلينا أسألك يا سيادة اللواء، لماذا اختفى الإرهاب؟ وهل لجماعة الإخوان الإرهابية عودة من جديد؟ وهل سيتقبل الشعب المصري ذلك إذا حدث يعني بعينهم؟ أولا أنا قلت أنه مع تمكن الجماعات الإسلامية من حكم مصر لمدة عام، قلت بدايتهم هي نهايتهم، وكنت متأكد من أنه إذا تمكنوا من السيطرة على الحكم فإنها نهايتهم. وما عادش لهم أي وجود أصلا، ما فيش إلا شوية يعني أنا بصفهم بالعرر خارج مصر، وعمالين يعني إيه يخرفوا بالكلام، وخليهم وهيتجابوا هيتجابوا يا سيادة اللواء. فحينما ذكرت إن بدايتهم هي نهايتهم، كنت أدرك تماما إن الشعب هيفهمهم ويتفهمهم تماما،
وان اكثر المضحوك عليهم هيعرفوا حقيقتهم وانهم بيتكلموا شيء وافعالهم شيء تاني. ولذلك فهمهم الشعب المصري كله. وقلت في مرحلة مستقبلية منذ عدة سنوات ان مشكلتهم هتكون مش مع القوات المسلحة والشرطة كما يتوهموا، مشكلتهم هتبقى مع الشعب المصري. وقد كان وصدقت الرؤية، الشعب المصري بالكامل غير مهيئ لقبولهم او اعتذارهم او السماع ليهم، ادرك تماما انهم ارهابيين. ما في بيت مصري شريف وما في أسرة مصرية إلا وتدرك إن بيسمع عن الشهداء وبيسمع عن تفجيرات وبيسمع عن المستهدفين. فأدركهم تماما الشعب المصري، ولن يقبل لهم حتى لو تابوا، لن يقبل لهم توبة ولن تقبل منهم بالنسبة للشعب المصري. ولذلك سيادة الرئيس دائما وأبدا يؤكد على أن موقفه هيكون مستمد من الموقف المصري، وأنه يترك الحكم للشعب المصري في هذه القضية، قضية محسومة وانتهت بحكم بات لا نهائي، لا نقاش ولا جدال فيه، لا عودة للإخوان إطلاقا على أرض مصر مرة أخرى. سيادة اللواء، وما يفعلونه سيعود عليهم هم ولن يعود بالخير عليهم. سيادة اللواء مجدي الشاهد الخبير الأمني، أنا بشكرك شكرا جزيلا لتواصلك معنا. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. محمد ناصر بيفتخر قوي، يعني بيفتخر أنا كافر، يقول لك أنا كافر بالإله اللي بيعبده أحمد الطيب بن نصر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. كنت بقول إن جزمتك، إن جزمة شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب برقبتك، وانت ما تجيش حاجة في نعل من لعان فضلته. تعالوا بقى اللي عمال بيتكلم واللي عمال عامل نفسه اللي هو يعني مش عايز اصف او مش عايز اصفه بصفات لا تليق، لان انا عندي كلام كتير قوي، عندي من الالفاظ يعني ما عندي. فمحمد ناصر الإعلام العرة الفاسد الخامورجي، يعني طب خلينا كده نزعله فضيحة من الفضايح علشان بس الناس تعرف محمد ناصر ايه، الناس دول ايه يا جماعة. ما انا كشعب مصري، كشعب مصري عنده وعي لازم يعرف الناس دول ايه، ما يسمعش ليهم. تعالوا محمد ناصر اللي الناس ساعات ممكن بتسمعه، تعالوا نشوف فضيحة من فضايحه ونرجع لكم تاني. ايوه روحي. ازاي ايه روحي، نمت ولا ايه؟ بعد الشر عليا من النوم. انت تاخرتي ليه كده؟ الله على ما تخمد الموسم انت السبب. لا بقول لك ايه، انا مش فيه. كان بيتفرج عليك قميص امك الكناري. لا 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 لا، ثانيه واحده، ثانيه واحده، ما قلتليش ان الكناري كده يا لا. لا وين كل شويه يقول الواد وحشتني قوي يا روحي. طب لا لا لا، بقول لك ايه، اركبي وتعالي لي بكره بقى، مش قادر. نفسك وحشك الكناريا قوي. طب انا ولا الكناريا؟ وحشني الكناريا. هنكنن على الكناريا. طب وحياه امك بقى، تعالي وهحجز لك في سوت في فندق. وهقول له رايحه فين بقى؟ قولي له رايحه لمحمد ناصر. استنى يرجع شغله في الرياض، وانا هجي لك 3 ايام وانا جاي. طيب يا ستي اما نشوف. بقول لك ايه؟ ايه يا قلبي؟ انا مستنيه الكناري يا كنت. وحياه امك. لا مش هينفع يا ابني صاحي. وحياتي. ورحمة بابا عماد صباحي وقاعد بيلعب على البلاي ستيشن. لا بقول لك ايه؟ مش قادر. بس يا محمد
وحياة أمك تعالي أحجز لك سويت في فندق. يا محمد يا ناصر، بالله عليك لك عين تطلع تتكلم وتهجس على الناس؟ ما كل حاجة مفقوسة يا محمد يا ناصر، كل حاجة باينة ومكشوفة، ها؟ ولا نسيت تاريخك؟ أقول لك تاريخك؟ أقول لك تاريخك يا محمد يا ناصر يا عرة؟ أقول لك ده جزء من تاريخك. تطلع إن الناس بتقول إيه؟ عامل لي فيها وطني قوي وقلبك على الوطن، وانت ابعد ما يكون عن حب الوطن، ولا عندك إنسانية ولا عندك ضمير ولا عندك مبادئ ولا عندك حاجة اسمها اصلا تعرف يعني ايه وطن. انت من ضمن سرب الخرفان، انت ماشي من التوابع، ماشي من التوابع يا محمد يا ناصر، انت تابع يمين يمين شمال شمال، والكل هيبان وهيتكشف يا محمد يا ناصر. انت واللي معاك من الشلة البايظة، خمرجية تلاقي، حشاشين تلاقي، صيع وسهرين الليالي ما حريم تلاقي. يا محمد يا ناصر تاريخك معروف وهتتجاب، مصيرك انت واللي زيك زي هشام عشماوي، ها؟ بيرعبكوا قوي ذكر اسمه واللي حصل معاه، وان الصقور المخابرات المصرية بقيادة اللواء عباس كامل، ها؟ بيرعبكوا قوي ان هشام عشماوي جه جبناه، ولسه انت ولسه معتز مطر ولسه أيمن نور، ها؟ الفلات اللي هيجي هنعرف البلاوي دي دلوقت. اوعى تتكلم ربع كلمة عن حب الوطن، اوعى تتكلم ربع كلمة. طيب خلينا ناخد مداخلة هاتفية، الأستاذ إبراهيم ربيع الباحث في شؤون الحركات الإسلامية. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أستاذ إبراهيم. أهلا بمعاليك يا فندم، وأهلا بمشاهدينك الكرام. أهلا وسهلا. من يدير قنوات الإخوان الآن، وكيف تتحكم المخابرات التركية فيها، ومن يدير التنظيم الآن يا أستاذ إبراهيم؟ طيب استاذن حضرتك في مقدمه سريعه هي جزء من الاجابه على السؤال. اتفضل. ان احنا للاسف الشديد وقعنا يعني في يعني مكمن الخطا والخطوره اللي احنا وقعنا فيها، هي نظرتنا ورؤيتنا للتنظيم التي سوقها لنا الجهاز الاعلامي منذ تاسيس التنظيم في بدايات القرن الماضي، وهو ان هذا التنظيم هو عبارة عن جماعة دينية تدعو إلى الفضيلة، أو على الأقل تنظيم سياسي يسعى لجودة الحياة للمصريين، وده طبعا على غير الحقيقة وعلى غير الواقع. حقيقة التنظيم إيه؟ التنظيم للاحتلال الإنجليزي أراد أن يكون جيشا ميدانيا من شمال البلاد إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها، ليقوم بالاحتلال الناعم وتفكيك الهوية الوطنية وإعادة تشكيلها على أسس عنصرية وطائفية. وعشان يعمل ده لازم يستخدم الدين، ولازم عشان يعمل ده لازم اللي يعمل ده ما يكونش مصري. فدوروا مين اللي مش مصري هنا وممكن يقوم بالدور ده، اتلاقوا واحد اسمه حسن أحمد عبد الرحمن السعاتي، أبوه جاي من بره وموجود في المحمودية ومدرس ابتدائي. تعالى يا ابني، خدوه 7 سنين من سنة 1921 لسنة 1928 في معسكرات الإنجليز في الإسماعيلية.
تم تشكيله وتدريبه وتجهيزه وإعداده إعدادا نفسيا وأخلاقيا وكل شيء برعاية المخابرات الإنجليزية، وتم تكليفه بتأسيس هذا الجيش الميداني المسمى بجماعة الإخوان المسلمين بعد ذلك. للأسف الشديد احنا نظرنا لهم على انهم جماعة دينية، وعندنا في المصريين وهم ابعد ما يكون عن الدين والفضيلة، بتقول عليه ده بتاع ربنا فبتثق فيه وبتصدقه. فضلنا مصدقينهم لمدة 90 سنة وهم بيدلسوا وبيكذبوا. حسن البنا أسس تنظيمه على 4 أجنحة، الجناح الدعوي اللي هو بيقوم بتمهيد الطريق ورصف الطريق في عقول المصريين من خلال أناس يجيدون التحدث بالدين واللباقة، والجناح الاقتصادي اللي هو بياخد فلوس تبرعات وتمويلات من مخابرات ويعيد استثمارها، وجهاز عسكري يقوم بقمع وقتل من يقف في وجه التنظيم، وجناح إعلامي يقوم بالتدليس والكذب والتشويه وترويج الشائعات وتسويق غير الحقيقة. ده حقيقة التنظيم اللي المفروض احنا من الأول كنا نعرفها، وبناء عليه ما كانش هيتمكن. هو ليه الدهشة بتصيبنا دلوقتي وهو مشروع وظيفي؟ يعني ايه وظيفي؟ يعني انعكاس لإرادة أخرى. يعني هو بيمثل، هو كان في بداية القرن الماضي كان بيمثل الإرادة الإنجليزية، في بعد السبعينات كان بيمثل الإرادة الأمريكية، الآن بيمثل الإرادة التركية برعاية بقى البوس الكبير. الترتيبة بقى الرصة، البوس الكبير مخابرات الأنجلو أمريكية بيتكلف المخابرات البريطانية والإسرائيلية والإيرانية في الإقليم، واللي بيقوم بالشغل على الأرض هو تنظيم الإخوان. فاللي بيدير تنظيم الإخوان دلوقتي هو المخابرات الأنجلو أمريكية فوق في البوس كبير، بيدي الرؤية والاستراتيجية للمخابرات الإنجليزية وللمخابرات التركية والإسرائيلية والقطرية والإيرانية، وطبعا أمين صندوق أهل الشر في الإقليم هو قطر، هو اللي بيصرف هو اللي بيمول واللي بيخطط واللي بيتكتك الأخ أردوغان. فاللي بيديرهم ده البوست الكبير المخابرات الأنجلو الأمريكية بيدي التعليمات للمخابرات الإقليمية، بيدي التعليمات. فدايما من ساعة تأسيس التنظيم وهو مشروع وظيفي يعكس إرادة أخرى، ليس له إرادة. وهو الآن يدار من غرف مخابرات الإنجليزية والأمريكية، ليس له إرادة. واللي قام بتعيين إبراهيم منير مرشدا جديدا للإخوان هو المخابرات الإنجليزية. واللي عنده كلام غير ده يقوله لنا، يقول لنا التنظيم. يعني من الآخر يا أستاذ ربيع، يا أستاذ إبراهيم، هم عرايس بيحركوها كيفما شاءوا، هم عرايس بيحركوها كيفما شاءوا، وصنعوا لنفسهم دين موازي أركانه الكذب والانتهازية والخداع والإرهاب والاستحلال. يستحلون الدماء، يستحلون الأعراض، يستحلون كل شيء. دي أركان الديانة الإخوانية. تمام. وعشان كده ما نستغربش أي تصرف منهم وما نندهش. ليه؟ لأن هو ده اللي هم جايين ليه. هم جايين عشان يفككوا الرابطة اللي بين المواطن والوطن ويعيدوا تأسيسها على أسس طائفية وعنصرية، بحيث ان اي يعني شعلة للحرب الأهلية بتقوش تاكل الأخضر واليابس. استاذ ابراهيم ربيع الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، انا بشكرك شكرا جزيلا، وحضرتك اسعدتنا بمداخلتك. تعالوا بقى نشوف كده سريعا تعليق على خبر الشذوذ الجنسي لمعتز مطر. ما فضايحهم كتير وبلاويهم كتير. وتعالوا نشوف كمان أيمن نور، تعالوا كده نشوف الصورة. الفضائح الجنسية ده طبعا معتز مطر ليه سوابق خاصة بالشذوذ الجنسي حتى من أيام ما كان في مصر، وله وقائع كتير شبيه، يعني له وقائع كتير مثل هذه الأمور الشاذة. خلينا إحنا سريعا عشان ما عادش غير 10 دقايق، التعليق على أيمن نور. أدي أيمن نور البقف، أهو أيمن نور.
الفضائح الجنسية تلاحق أيمن نور وتتوالى فضائح الهارب أيمن نور لتضاف إلى السيرة الذاتية المليئة بالفضائح الجنسية. بلاوي سودة، بلاوي سمرة، حيث كشفت مصادر للوطن عن وجود علاقة سرية سابقة له مع الإخوانية آيات عرابي، وانفصل بسبب علاقاته النسائية، وأن هذا الانفصال وراء المشادات والتلاسن المتبادلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما فضح سامي كمال الدين القيادي في جماعة الإخوان الإرهابية نور بأن الأخير يضع كاميرات في غرف المذيعات. وهدد سامي خلال تسريب صوتي جديد أيمن نور المشرف على قناة الشرق يفضح جلساته النسائية حسب وصفه قائلا: أقسم بالله أنا لو اتكلمت هجيب عليها وطيها، أنا هجيب اللي اتنشر قبل كده عن اللي كانوا بيحطوا كاميرات في غرف المذيعات ويمنحوا الجنسية التركية للموجودين في مصر. فضائح، بلاوي سودة، وفضائح تتوالى. طبعا الموضوعات كتير والفضائح كتير، فهنعمل جزء تاني للحلقة إن شاء الرحمن، وهنخليها ممكن في الحلقة القادمة لو كان لنا عمر وبقية. تعالوا بقى، 25,000 مشروع قومي في 6 سنوات أنجزه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد الأمة العربية. تعالوا كده نشوف الفيديو ده ونرجع تاني. قبل ما نبني القصور الرئاسية بنينا 24 مستشفى عالمي، بنينا 100 مركز علاج فيروس سي، بنينا مدينة الأسمرات ونقلنا فيها الناس اللي كانت ساكنة في عشش، بنينا حي روضة السيدة زينب ونقلنا لها سكان تل العقارب، ووفرنا حياة كريمة ل 300 قرية عايشة تحت خط الفقر ومستمرين، بنينا مئات الآلاف من الشقق للشباب، ومستهدف بناء 1.5 مليون وحدة سكنية، وبنينا 14 مدينة كل مدينة فيها إسكان للشباب ومتوسط الدخل، وبنينا وحنبني كتير زيهم، وعملنا مبادرات تكافل وكرامة وأمان وغيرهم الكتير، وكل ده قبل افتتاح قصر رئاسي واحد من القصرين الرئاسيين. عملنا مبادرة صحية وأطلقنا أكبر منظومة إصلاح صحي، منظومة التأمين الصحي الشامل، وعملنا 100 مليون صحة وقضينا على فيروس سي، وبنعمل نور حياة للقضاء على أمراض العيون، رفعنا كفاءة مستشفيات كتير وقضينا على قوائم الانتظار. قبل ما نفتح قصر رئاسي واحد عملنا منظومة التعليم الجديد اللي هتنقلنا لقلة كبيرة للمستقبل، وعملنا جامعات عالمية وبنطور وحنطور لسه كتير في التعليم. قبل ما نفتتح قصور رئاسية عملنا طرق ومصانع ومحطات كهرباء وبحيرات سمكية وتسليح للجيش وقناة سويس جديدة، وعملنا كباري وأنفاق ومحطات مترو، ورفعنا كفاءة مواني وحاربنا إرهاب ورجعنا نفوذنا وقوتنا وهبتنا، وعملنا كتير ولسه هنعمل. نزعل بس لو احنا ما كناش عملنا حاجة وبنينا قصور رئاسية فقط، وده بعد ما قدمته الدولة لمحدود الدخل في فترة وجيزة قبل ما تحط طوبة واحدة في أي قصر رئاسي جديد. إسكان المحروسة، إنشاء 132 عمارة بعدد 3168 شقة، ومجمع وملاعب ومدرسة إعدادي وثانوي ومعارض تجارية. إسكان المحروسة 2، إنشاء 67 عمارة بعدد 1608 شقة، وإنشاء مستشفى وحديقة أطفال وسينما ومركز ثقافي وتجاري ومسجد وقاعة متعددة الأغراض ودار رعاية للأيتام ودار للمسنين ومنطقة ورش. تطوير منطقة تل العقارب روضة السيدة زينب، يشمل المشروع بناء 16 عمارة بعدد 816 شقة بطابع إسلامي رائع يتوافق مع المنطقة، وبعدد 344 محل تجاري. بشاير الخير، أكبر مشاريع تطوير العشوائيات شملت المرحلة الأولى 1632 شقة، والمرحلة الثانية 1869 شقة،
مع كافة الخدمات ومجهزة تجهيزا كاملا. ويستمر المشروع بشاير الخير 3 وبشاير الخير 5 ليصل المشروع في نهايته إلى 30,000 شقة ليخدم حوالي 150,000 مواطن. حي الأسمرات تم نقل سكان عشوائيات مثلث مسبيرو ومنشية ناصر وغيرها من العشوائيات الموجودة في القاهرة إلى الحي المجهز بكل الوسائل الراقية للمعيشة حي الأسمرات. وتم تسكين 11,000 أسرة في المرحلة الأولى والثانية، ويجري العمل في المرحلة الثالثة لتوفير 7,400 شقة كاملة التشطيب. جدير بالذكر إن جميع الشقق تم تسليمها مجهزة ومفروشة بالأساس وبكل وسائل المعيشة. مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، الوباء اللي كان بيقتل الفقراء والمهمشين في كل ربوع مصر وما كانوش بيلاقوا له علاج، وكمان المبادرة شملت أمراض الضغط والسكر والسمنة. مبادرة حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً، ودي كانت في صورة إطلاق قوافل طبية، تجهيز عرايس، مد وصلات مياه، بناء أسقف ومنازل، توفير مفروشات وبطاطين في الشتاء، تدريب وتشغيل من خلال مشروعات صغيرة، تقديم سلاسل غذائية. مبادرة أطفال بلا مأوى لحماية 80% من أطفال الشوارع بتوفير إعاشة مناسبة لهم وتوفير بيئة صحية، والعمل على تطوير ورفع كفاءة دور الرعاية الموجودة من قبل وتدريب وتأهيل العاملين. مبادرة تكافل وكرامة، إنشاء برنامج للمساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً. مبادرة سكن كريم، إطلاق برنامج لتوفير الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة وتحسين البنية التحتية للمنازل ليكون سكن كريم آمن. إنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة والعاجلة بتكلفة تجاوزت المليار، وشملت عمليات جراحة القلب والقسطرة والعظام والمخ والرمد وذراعة الكبد وذراعة القوقعة، وتجري أكثر من 1000 عملية يومياً، وقد تم إجراء حوالي 150,000 عملية إلى الآن في 220 مستشفى. مبادرة مصر بلا غارمين لسداد ديون المحبوسين بسبب دين تعثروا في سداده نتيجة ظروف اقتصادية صعبة، تم الإفراج عن 1000 غارمة وتم تمكينهم اقتصادياً في حملة أسرة سليمة منتجة. ويهدف البرنامج لسداد ديون بقيمة 12 مليون و300 ألف جنيه، وتم الانتهاء بنسبة 80% من البرنامج. تطوير الصرف الصحي وإغاثة المنكوبين، تم إنشاء خطة عاجلة لرفع كفاءة شبكات الصرف الصحي والزراعي بمحافظتي البحيرة والأسكندرية بتكلفة مليار جنيه. مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم، أطلقت وزارة الصحة والتعليم والتعليم الفني مبادرة للمسح الشامل لطلاب المدارس للكشف عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، وتهدف الحملة للكشف على 11 مليون ونصف طفل. مشروع توفير 1000 تاكسي لتوفير فرص عمل وبتكلفة بلغت 80 مليون جنيه في 10 محافظات. قبل ما نبني القصور الرئاسية بنينا 24 مستشفى عالمي، بنينا 100 مركز علاج فيروس سي، بنينا مدينة الأسمرات ونقلنا فيها الناس اللي كانت ساكنة في عشش، بنينا حي روضة السيدة زينب ونقلنا لها سكان تل العقارب. 25,000 مشروع قومي حصيلة 6 سنوات إنجازات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنا بصفه إنه قائد الأمة العربية، أنا بصفه إنه أنقذ مصر من الهلاك وأنقذ الشعب المصري من الهلاك. قائد الأمة العربية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعجز لساني عن وصف هذا الرجل بالكلمات، وصف هذا الرجل بالكلمات يعجز لساني حرفيا، ولذا انا هقوم اديله التحيه وعلى الهواء. سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد الامه العربيه، رغم انف كل حاقد وحاسد عدو لهذا الوطن العظيم، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
أنقذ مصر من خراب جماعة الإخوان الإرهابية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر حرفيا من الهلاك، وعبر بمصر وبشعبها إلى بر الأمان. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لو قعدت من هنا إلى ما لا نهاية أتكلم عنه وعن شخصه الكريم، فأنا مش هوفيه حقه، ويعجز اللسان حرفيا عن وصف هذا الرجل بالكلمات. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سيظل شامخا وسيظل قويا وسيظل محاربا ضد هؤلاء الأوباش الخونة الهاربين، جماعة الإخوان الإرهابية وكل من هو يرعى الإرهاب في الداخل أو في الخارج. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل سنة وانت معانا، كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت بخير وفي أتم وأحسن الأحوال، ولو مليون سنة احنا معاك. مفيش أحسن من كده أختم حلقتي بذكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. إلى هنا وصلت نهاية هذه الحلقة، على أمل أن ألتقي بكم في حلقة قادمة إن قدر الله لي البقاء في الدنيا واللقاء. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.